هل الصوت مسموع يا شباب؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه مسموع دكتور؟ اليوم راح نعطيكم أو راح ندرس مع بعض إن شاء الله تعالى نقرأ عن أورام الجملة العصبية المركزية. أخذنا أنواع الوذمات الدماغية وأخذنا تشوهات الجهاز العصبي المركزي وأخذنا النزوف الدماغية، واليوم نأخذ معكم إن شاء الله تعالى تقريبا اليوم آخر محاضرة من المحاضرة العصبية الطب النووي. راح نأخذ أورام الجهاز العصبي المركزي. مخطط المحاضرة التصنيف الوقوع ومسببات والتظاهرات والتشخيص، ندرس بعض الأورام وأورام الجهاز النخاع الشوكي، وبعدين نأخذ ملخص وبعدين تشخيص تفريقي صراحة حسب مكان الورم. تصنف الأورام الدماغية كثير نشوف المراجع إنه خارج المحور ولا داخل المحور. صراحة بالمراجع القديمة كانت تصنف إنه خارج المحور وداخل المحور، إنه أي شيء من الجملة العصبية المركزية من الخلايا العصبية يعتبرون داخل المحور. أما من الأعصاب القحفية أو السحايب مثل الأشوانوما أو المينجوما فيعتبرون هذا خارج المحور. حتى بعض المراجع تعتبر المقاير الدماغية رغم أنها تكون جوات البرانشيم الدماغي يعتبرون خارج المحور. بين هذا التصنيف كثير عددهم أنه نعتبر الأورام الناشئة من البنى المجاورة أو البنى البعيدة مثل النقائل، أي يسمونها تصنيف ثالث. الأورام تسمى خارج المحور وداخل المحور. داخل المحور يعني من الخلايا العصبية، خارج المحور من الأعصاب القحفية أو السحايا ومن البنى المجاورة مثل أورام الغدة النخامية أو النقائل أو الأورام القحف البلعومي أو من المحيط الجمجمة مثلا السارق شو اسمه الكوندروما الكوندروساركوما إن الجمجمة عظام الجمجمة. شايفين هاي نأخذ ملخص، شايفين هنا اليمين ورم يعني البطين الجانب الأيمن ورم داخل المحور الزمين، أنا الأغلب ورم الجي بي إم أو اليوم مالتي فورم راح ندرسه بعد شوي، هو أشيع وأخبث ورم يصيب الجملة العصبية المركزية عند البالغين، ونفسه من الورم النجمي الأستروسايتوما. المرحلة الرابعة هو الجي بي إم، هذا يعطي هذا المنظر ورم خبيث طبعا يعطي نقائل. شايفين هنا عدة بوار موجودة ضمن البرانشيم الدماغي أي تعبر عن نقائل. صراحة وجود التعدد حتما يشير إلى موضوع النقائل، ولكن وجود بؤرة وحيدة لا ينفي أنه هي نقيلة. ممكن بعض الأورام تعطي نقيلة واحدة وتتظاهر معنا، وذلك وجود بؤرة واحدة لا يعني أن الورم بدي، فممكن تكون نقيلة واحدة. شايفين هنا ورم خارج المحور، ورم سحائي من جوما إلى ارتكاز سحائي محيطي. طبعا هاي صورة، هاي صور رنين كلياتها، هاي صور رنين. إلى
الأشعة وتنشؤات السينس، يعني صراحة الأورام بشكل عام قلت السبب، لكن بعض العوامل ممكن تأثر. حتى ندرس أي مريض بدنا نأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية: العمر، القصة العائلية، في بعض الأورام تجي بشكل عالي مثل أورام الكولون أو أمراض رئة أو أورام الثدي عند النساء أو حتى المبيض. بعض المتلازمات نشوف بعض الأورام، الجنس بين الذكر والأنثى، مثلا حكينا الجي بي إم أو يصيب الذكور أكثر، الجي بي إم هو الورم الدبقي متعدد الأشكال أو الجليوما مالتي فورم. كمان يهمنا موقع التنشؤ والموقع، حسب موقع الورم ممكن نحدد الأفيا اللي تشخصها في بداية المحاضرة. معدل الوقوع أورام الجملة العصبية المركزية CNS هو ثاني أشعة السرطانات لدى الأطفال، إذن هو ثاني أشعة سرطان عند الأطفال. هو أورام الدماغ هي سادس الأسباب شيوعا لوفاة السرطان لدى البالغين، سادس الأسباب شيوعا بنسبة 25%. معظم الأورام الأولوية الأولية متفرقة والمسبب غير معروف. معظم الأورام الأولية متفرقة مثل ما قلنا السبب مجهول. الأورام الثانوية تختلف اختلافا كبيرا ونسبتها 14. تصوروا أشياء نعتبر أشياء شيء هي الأورام الثانوية تصل ل 40% هي أورام النقائل. أقل من 5% من الأورام ترتبط مع المتلازمات الوراثية مثل الورم الليفي العصبي النمط الأول والثاني. الإيتيولوجي أو المسببات، أول شيء الاستعداد الوراثي مثل ما قلنا الورم الليفي العصبي من النمط الأول. هاوزن هو التصلب الدرني، الانتانات الفيروسية فيروس إبشتاين بار الذي يسبب الليمفوما البدئية أو الأولية. الآن ممكن تحدث عند المرضى المتبطين من الأعين مثل مرضى الإيدز. المبيدات والمواد الكيماوية كمان أحد المسببات. نشوف متلازمة الورم الليفي العصبي نيوروفايبروما تايب 1 والنيوروفايبروما تايب 2، متلازمة فون هيب ليندو، أي متلازمات نشوف بها بعض الأورام مثل الورم الليفي الورم الليفي العصبي النمط الأول. ممكن نشوف النيورو فايبرو منجيوما، ورم عصبي ليفي سحائي، ممكن نشوف ورم دبقي في العصب البصري أوبتيك نيرف جليوما. الورم الليفي العصبي الثاني أو التايب 2 ممكن نشوف المنجيوما وشوانوما، ورم السحائي منجيوما على حساب السحايا، والشوانوما هو على حساب الغمد العصبي. إذن في فرق بين الجليوما والشوانوما. الشوانوما يعتبر عن الغمد العصب، أما الجليوما هو على حساب المحاور العصبية، يعني على المادة العصبية أو الألياف العصبية للخلية للخلايا البصرية. أما الصفات الشوائية صراحة وحدة
الأزمة فون هيبنلندو ممكن نشوف الأورام الورم الوعائي الأرومي هيمانجيوبلاستوما. تظاهرات أورام الدماغ بشكل عام، أورام الدماغ ممكن تعطينا طيف واسع من الأعراض العصبية، الصداع، الاختلاج، الأقياء. صراحة الأورام فوق الخيمة عند البالغين تسبب عند الكبار بالعمر، لازم فورا نفكر بالأورام، بينما الأورام تحت الخيمة نشاهدها عند الأطفال فتسبب لنا ارتفاع توتر داخل القحف من ضمنها الصداع والأقياء. نشوف عجز عصبي بؤري مثلا جلسة أو حبسة كلامية. إذا لدى موقع الورم لدى البالغين فوق الخيمة المخيخية، يعني ضمن البرانشيم الدنافسية الكرة المخية، كبرى تنتيريوم تنتيريال فوق الخيمة المخيخية 90%، والتالي تترافق بزيادة صرع وانخفاض حالة الصداع. حالة الصداع لطل الأطفال تحت الخيمة يعني في الحفرة الخلفية، كذلك معظم أورام الأطفال نشوفها تحت الخيمة. أعراض ارتفاع توتر داخل القحف ممكن تكون بالمخيخ بالجسر، ممكن تكون بالعصب البصري بالتصالب البصري. أما الأورام فوق الخيمة عند الأطفال فهي نادرة. شايفين هذا الورم المقطع السجتال صورة رنين، شايفين مركبة كيسية ومركبة نسيجية. هاي على الأغلب ميدلوبلاستوما أو سيستيك ميدلوبلاستوما. الصداع والأقياء كالظهرات باكرة، وكثير من الأطفال يكون عندهم أقياء معند، ونعمل العديد من الاستقصاءات، نعمل صورة ضليلة، نعمل إيكو بطن، نعمل طبقة للبطن، نعمل تنظير معدة، وكله يطلع سليم. وهذا شفناه بالحياة العملية صراحة، في أي أقياء معند وما في سبب واضح يفضل نعمل طبقة محورية للدماغ. أي أقياء معند، أي أقياء معند ما في سبب واضح، لازم نشك بالأورام في الحفرة الخلفية اللي تعطي أعراض ارتفاع توتر. كمان الصداع عرض شائع جدا عند الأطفال، تلقى الطفل ممكن يضرب برأسه على الحيط، فلازم نعمل طاقيم. أحيانا يظهر بس بأقياء، وذلك دائما في عندنا مفاجآت بالطب ما لازم تغيب عن بالنا. عندنا أقياء عن طفل لم يستجب على الأدوية العادية، استقصاءات الشعية الأولية لكل بطن، صورة الصدر، طبق المحور البطن أو تنظير مادة كله سليم، لازم نفكر بأورام الدماغ أو أورام القحة أو أورام الحفرة الخلفية. عشرين بالمئة أورام الجيوب العصبية عند الأطفال تمثل 20% من جميع أورام الطفل. تصوروا يعني هو واحد من كل خمس أورام هو في الجملة العصبية المركزية عند الأطفال. وممكن نشوف من مرضى الأطفال عند الأطفال كل خمسة واحد
عنده ورم عصبي فنسبة شائعة. غالب الأحيان تكون خبيثة لأن أورام الأطفال أورام الجيون العصبية المركزية عند الأطفال غالبا ما تكون خبيثة، وغالبا ما تكون تحت الخيمة. التشخيص يمنع الصورة السريرية، التصوير الطبقي أو الرنين، والخزعة. خزعة أنواعها من أثناء العمل الجراحي فروزيسكشن، أو في جهاز تركب على الجمجمة بالاستعانة بالطبقي أو الرنين ممكن يأخذون خزعة. ولكن هذه الخزعة ما بتعمل إلا بالمراكز الجامعية، يعني كان بعدنا بمشفى الجامعة بالشام كان من هاي الخزعة. أما معظم المراكز تستعمل وبناء على العلامات، لكن العلامات الشعاعية كثير مهمة، تحديد الورم كثير مهمة العلامات الشعاعية. حتى التشريح المرضي ممكن ما بيعطيك أو يضيعك نمط الورم بدقة، فكثير مهم العلامات الشعاعية للورم مكانه. الجنس الأورام الدبقية أشياء عند الذكور، مثل ما قلنا الأورام الدبقية أشياء عند الذكور، مثلا الورم الجي بي إم أشياء عند الذكور، بينما الأورام السحائية تكون أشياء عند الإناث المينجوما. نقص المناعة مثل ما قلنا الليمفوما ترتبط مع أمراض نقص المناعة مثل مرض الإيدز، ممكن نشوف عندهم الليمفوما ترتبط بنقص المناعة. التعرض للإشعاع صراحة له دور بتشكيل أورام السحائية المينجوما، والأورام الدبقية الجليومات، أورام الغمد العصبي الشوانومات أو نيرف شيث تيومر. مركبات الأزوت كمان في دراسات تسبب أورام لدى الحيوانات. لا توجد أدلة مقنعة ودراسات علمية مثبتة تربط بين أورام الجيون العصبية المركزية والرضوض، تربطها مع الرضوض أو النظام الغذائي أو المجالات الكهرومغناطيسية. الكهرومغناطيسية مثل التلفزيون الراديو الموبايل، صراحة ما في دراسات مثبتة. تأثير الورم، كيف الورم يأثر على النسيج العصبي؟ ممكن يأثر بتدمير الموضعي مثل أي ورم، ممكن يعمل انفيجن بيغزو ويخرب الورم. مثل ما حكينا هو تكاثر غير مضبوط. الورم شو هو بالتعريف؟ تكاثر غير مضبوط لخلية موجودة بالجسم بأي مكان، تتكاثر بشكل غير مضبوط وبشكل فوضوي، تستهلك مقدرات الطاقة للجسم وتخرب الأنسجة المجاورة، وتعطي نقائل تخرب الأنسجة البعيدة حسب مكان توضعها، تشكل وذمة وتعمل ارتفاع انتركنايل امبرشر، ارتفاع توتر داخل القحف. ارتفاع توتر داخل القحف هو ارتفاع توتر داخل القحف. الجمجمة عبارة عن صندوق عظمي محتوياته ثابتة بالحجم، وبالتالي كلما تنمو الأورام فإن محتويات الخيم الجمجمة تنضغط. حجم الدماغ يحتل حوالي 1400 ملي، 100 إلى 200 سي اس في سائل الدماغ الشوكي، والدم يحتل من 100 إلى 150 ملي. وجود الورم يحتل حيز، وذلك أول ما بيطرد هذا الورم الدم والسائل الدماغ الشوكي من السائلة، وذلك بعدين يرتفع التوتر داخل القحف بسبب تأثير الكتلة أو الماس إفكت،
وثم تنضغط الأوعية الدموية، يؤدي ارتفاع الضغط داخل القحف إلى فتوق دماغية وعلامات موضعية كذا. الفتوق الدماغية يعني خروج المادة أو العضو الدماغي أو العنصر من مكانه، مثل انفتاق تحت المنجل أو تحت المشول، يعني قسم الدماغ يقول تشوفون مثل تقارير يدفع عناصر خط الناصب، يعني يفتق الورم على الجهة المقابلة، أو يفتق خيمي يكون فوق الخيمة تحت الخيمة المخيخية، يفتق لتحت أو لفوق الخيمة تغطي المخيخ، وذلك وجود ورم بالأعلى أو بالأسفل بيفتق خلال الخيمة بده يأخذ حيز ورم لما ينمو، أو انفتاق لوزي عبر الثقبة التماجنوم. درسنا بتصنيف أو تشوه كياري، انفتق اللوزة داخل ثقبة اللوزة المخيخية داخل ثقبة ماجنوم تنزل أكثر من 5 ملليمتر يعتبر انفتاق اللوزة، يعني خروج ضغط ارتفاع التوتر داخل القحف، فتفتق اللوزة وين؟ على ثقبة ماجنوم، وبدورها تضغط كمان على الحبل الوصل القحف الرقبي، وكمان ممكن يصير معنا كمان سيلة رباعي. ممكن علامات موضعية كاذبة انضغاط العصب المحرك العين، انضغاط العصب المبعد العيني بالرباط الصخري، تماثل نصفي الكرمخية من انضغاط السويقة المخية بالمشول، واحتشاءات نتيجة انضغاط الشريان بالمشول. ممكن نتيجة الضغط يصير كمان احتشاءات حسب الشريان المضغوط. أورام الدماغ والجهاز العصبي تشمل أورام الدماغ المعدي، الورم النجمي الأستروسيتوما، ورم الخلايا الدفقية قليل التغصنات، الليبودندريل تيومر، أورام البطانة العصبية إبيديمال تيومر، والورم البطاني العصبي إبيديميوما، أورام الأورام الدفقية المختلطة ميكسيد جليوما، أورام الظهارية العصبية نيروبيتيليال تيومر، أورام الضفيرة المشيمية كوريودي بلكسس تيومر، من ضمنها الورم الحليمي أو الكارسينوما الحليمية بابلوما كارسينوما، الأورام العصبونية والأورام الدفقية. هلأ بس لنحفظ أسماءهم شباب، نحفظ أو نقرأ القرايه نحفظ أسماءهم، راح يمروا معنا بعدين راح نفصل بكل ورم شوية. الأورام العصبونية والأورام الدبقية العصبونية المختلطة، أورام تحتوي على عناصر أورامية عصبية وأورامية دبقية، الجليوبلاستومات وما أنواعها أو الميدولا بلاستوما، أورام الجهاز العصبي المركزي الأخرى، أورام تحدث حول السينس مثل أن هاي سميها خارج المحور، اللي ذكرنا فوق كل أورام داخل يعتمد داخل المحور. في عندنا الأورام اللي خارج المحور مثل أورام السرج التركي اللي بيتيوتري أدينوما أو بيتيوتري وكارسينوما، وتقسم إلى ميكرو وماكرو، وعندنا كمان ورم القحف البلومي. الأورام الدموية، الأورام الليمفوما الخبيثة الأولية، والبلازم سايتوما، وأورام الخلايا المنتشة. عندنا الأورام السحائية مينجوما، وعندنا أورام الأعصاب القحفية والحبل الشوكي مثل شوانوما، والأورام العصب الليفي مثل نيوروفايبروما. في أورام موضعية تصيب مثل الغضاريف أو العظام، كوندروساركوما أو كوندروساركوما أو كوندروساركوما. في عندنا النقائل، أورام من خارج الجهاز العصبي المركزي، وفي عندنا أورام غير مصنفة، وعندنا الكيسات. ندرس مبدئيا النقائل. النقائل شكل 40% تصل إلى 40% من أورام الجهاز العصبي،
المركزية نسبتها على رأس الأورام اللي تعطينا نقاء للدماغ هي الرئة والكلية، المراحل باكرة تعطي الميلوما، الميلانوما كمان تعطي أبكر. رجعنا مريض مش في الجامعة، مريض نايم بالقسم، وهالمريض عنده فشاغل الحيز بيضوية ضمن الدماغ وعم تعطي معنا اختلاج، ونعرف مكان وسببه انه تيوبركلوما او متستاز ما كان نعرف. وكانت هي مريضة صراحة. طلاب الإقامة إن شاء الله السنة الجاية بعدكم طلاب إقامة، طلاب السنة الأولى مقيمين السنة الأولى يسمونه شوفير غبارة. يعني أنت تصور بكرة أنت مقيم أطفال أو أي قسم بدك تنزل مع الطفل وأنت بتصوره، يعني أنت المقيم الأعلى منك نظام تأمين جاي نظام هرمي إنه كتير لك خلا هذا مريض عمله بكرة صورة ضنينة عمله صورة رنين عمله صورة طبقية ما يصير يعد الليل أو ثاني يوم وأنت تروح تبص العيادي بس مشان صور هذا الطفل، لأنه تعرض لعقوبة ممكن تنام بالمشفى يومين أو ثلاثة أو تصل لخمستاعش يوم. هذا قسم الأقسام فيها صرامة الجراحة أكثر شيء. طلاب السنة ما طلاب السنة ولا بالاختصار ما حد يفتكر شنهم يعني أبدا. هاي الطالبة راحت يعني فتش المريض قطعة قطعة، فلقت عندها ميلانوما بظهرها ونعطي نقيلة للدماغ اللي أعطتنا حل المشكلة. كل مريض هو عبارة عن معادلة، قد يكون معادلة من درجة أولى في جلسة واحدة نشخصها أو جلستين، ومن في مريض من الدرجة الثانية وفي مريض من الدرجة الثالثة. إذن النقائل شائعة جدا، أي أورام بيضوية متعددة داخل الدماغ هي نقائل حتى يثبت العكس. وجود بؤرة وحيدة لا ينفي وجود نقائل. رأس على رأس الأورام هي أورام الرئة، الشاشي تعطي للدماغ، الانتقال يكون عن طريق الدموي. في المرتبة الثانية تجي الكلية والميلانوما بالجلد. سرطان الثدي والكولون يعطي بمراحل متأخرة، شايفين موضع النقائل. صراحة البروتوكول المعتمد للنقائل هو رنين مع حقن مادة ضليلة. أما حاليا الرنين ما متوفر بكل المراكز أو بكل المناطق، فطلبي الأورام دكتور محمود درويش أن يطلب طبقي. اليوم أنا صورت مريض عندي يطلب طبقي مع الحقن، طبقي مع الحقن منشان كشف نقائل الجملة العصبية المركزية. أما الرنين هو أدق لدراسة عناصر مثل ما حكينا الحفرة الخلفية، وجود تقارب وتصلب العظم الصخري والعظم القذالي وثقبة ماجنوم بحيز ضيق فيعطينا ارتفاك بالطبقي، وذاك الرنين أدق بكثير. ثاني شيء بالمرتبة الثانية هو الورم الأستروسيتوما أو الورم النجمي أو الورم الدبقي، يصيب البالغين ورم النجمي، نادر في مرحلة الطفولة ويتوضع في الفص الجبهي أو الصدغي. له أربع درجات، درجة الأولى والثانية من خبط الخباثة، والدرجة الثالثة الورم النجمي الكشمي أنابلاستيك أستروسيتوما خبيث. الدرجة الرابعة هو ما يسمى جي بي إم، هو الورم الدبقي عديد الأشكال إيلوبلاستوما مالتي فورم، يختصر له جي بي إم الأسوأ. وبالعادة ما بيهم المريض يعني أكثر من سنة،
الورم الجبين المراجع القديمة كاتبين 6 أشهر، ولكن صراحة إنذار سيء. ممكن يعطينا نقائل، شايفين ممكن يعطي وذ مع الطرف الثاني، ممكن ينتقل عن طريق الجسم التفني. الورم الثاني هو الورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال جليوبلاستوما مالتي فور، هو نفس هذا حكينا عنه، يصيب الرجال أكثر من النساء. الورم الثاني الورم الدبقي قليل تغصنات دندرونجليوما، يعطي منظر مشابه الجي بي ام، ولكن ما يميزه هو وجود تكلس. ما يميزه إذا وجود تكلس، لما نشوف بورم فيه تكلس ويعطي منظر آفة داخل المحور الفص الجداري وعنده وذمة وعائية المشى مثل ما حكينا. الوذمات بالأورام شو هي نوعها؟ وذمة وعائية المنشأ. فدائما لازم نفكر أول شيء بالورم الأوليغو دندروغليوما قليل التغصنات. أورام الضفائر العصبية النيورو إبيثيليال تيومر تشمل أورام خلايا البطانة العصبية، الأورام المبطنة للبطينات أو أورام الضفائر المشيمية أو أورام الأديم الظاهر العصبي. أورام خلايا البطانة العصبية 4% من أورام الجهاز العصبي المركزي يصيب البالغين والأطفال، يتوضع في جدران. إذن أي ورم نشوف في جدران البطينات هو على حساب البطانة العصبية أو الظهارية المبطنة لل بطينات الدماغية، ممكن جدار البطين الثالث الرابع أو الجانبي، ممكن يعمل استسقاء انسدادي. خطورته أنه ينتشر بواسطة CSF ويعطينا قائل، شايفين الأورام وين موجود البطين الرابع. أورام الضفائر المشيمية بلوكسز كوريودوس تيومر مثل بابلوما والبابلو كارسينوما، هي أورام نادرة تصيب الأطفال أكثر وتتسبب باستسقاء دماغي. تشاهد كنقطتين بيضاء في أسفل القرن الخلفي للبطينات الجانبية. شايفين هنا وين صايرة بالبطين الرابع، البابلوما أو البابلوكارسينوما. أورام الأديم الظاهر من أشع الأسباب نشوفها بالحفرة الخلفية، غالبا ما تكون إلها قسم كيسي وقسم نسيجي، ما يسمى بالميدلوبلاستوما، تحدث في الدودة أو في نصفي الكرة المخيخية، تتصل بتقدم سريع وضغط على CSF، تعطي نقائل في الدماغ وخارج الجملة العصبية المركزية. ملاحظة، أورام الدماغ بشكل عام لا تحدث نقائل خارج القحف، ولكن أنا بحياتي ما شفت، وأنا بعرف أنه مبلغ مجازا نبتط النقائل صراحة. قد يكون ممكن يكون نقائل بالأنسجة المجاورة بالعظام المجاورة أو العقد الأنفية. تحت السن 16-75% من أورام تحدث في الحفرة الخلفية. البولي سيستيك أستروسيتوما الورم النجمي أو شعر الخلايا بيلوسيستيك أستوسيتوما، والأورام البطانية العصبية إبندوميوما، والأروما النخاعية.
إذن أورام الدماغ بشكل عام لا تحدث نقائل خارج القهر. أما بالحياة العملية ما شفناها، ما هون مكتوب الجي بي إم بيعطي نقائل، الأورام الظهرية بيعطي نقائل، الورم الميدول بلاسيوم بيعطي نقائل. نجي على الأورام السحائية المينجوما، قلنا تصيب النساء أكثر من الرجال، أورام سليمة تنشأ على حساب السحايا. نشوفوا عند الناس كبار السن أكثر من 40 سنة تزداد نسبة الإصابة لدى مرضى فون متلازمات فون كانغهاونزن. وتبين الدراسات الحديثة وجود علاقة بين الأورام السحائية وسرطان الثدي وورم سليم. سرعة النمو بطيء. شكل الموقع وين ما وجود سحايا ممكن تشوف على مشوار المخ، ممكن تشوف على السحايا المحيطية، ممكن تشوف على الخيمة المخيخية، ممكن تشوف الخط الناصف امتد. فوين ما وجود سحايا فينشأ المينجوما. ممكن يعمل مثل ماس افكت وضغط على العظم المجاور فيعمل مثل فرط عظم نتيجة الضغط أو النمو الورم البطيء بشكل 15% من جميع أورام الدماغ. التوضعات مثل ما حكينا جانبي سهمي سطح الكرة في السرج التركي في الزاوية الجسرية المخيخية أو قرب الخيمة. حسب الموقع ممكن نشوف التظاهرات. إذا كان الموقع مجاور الخط الناصف نشوف خزل أحادي الطرف السفلي المقابل أو خزل سفلي مثل الاحتشاء يعطينا الاحتشاء أيمن فيعطينا أعراض وين الطرف الأيسر، أو الاحتشاء أيسر يعطينا نتيجة التصالب وين يعطينا خزن شقي من الطرف المقابل. نفس الشيء الورم إذا كان مجاور الخط الناصف. إذا كان جانب البصر الشمية فقط حاسة الشم. إذا كان جانب العصب البصري ممكن يعطينا جحود توسع حدقة أما أحاد الجانب. وغياب منعكس التوسع الحدقة فوكال ريفلكس. القرب من أجنحة العظام العظم الوتدي ممكن يعطينا نوبات صرعية أو إصابة الأعصاب القحفية. والزاوية الجسرية المخيخية يعطينا شلل بالمذا تعرفون تجي تأذي العصب السابع والثامن يعطينا فقدان السمع أو الدوخة. شايفين بعض الصور بلش من الأولى في الزاوية الجسرية، حكينا الزاوية الجسرية المخيخية في عندنا المخيخ وفي عندنا العظم الصخري وعندنا مجال السمع الظاهر والباطن. هي الزاوية الجسرية المخيخية. السويقة جنب الورم الأبيض السويقة المخيخية. في عندنا الجسر وفي عندنا نصف الكرة المخية وفي عندنا العظم الصخرة اللي مبين باللون أسود. عظام ما فيها الشوارب التاجين لذلك تظهر بالرنين المغناطيسي بلون أسود. لون أسود يعني فراغ إشاري على كل الأزمنة. جبنا المينجوما جانب العصب البصري السحاية محيطة بالعصب البصري الأيمن خط الأزرق في مينجوما. شايفين هي حول العصب يوم العصب البصري تكون ضمنه. يوم العصب البصري على الغمد العصبي
أما المنجومة حول العصب البصري. دائما أورام السحائل لها ارتباط وقاعد ارتباط أو استناد محيطية، دائما لها ذيل أو قاعدة مرتبطة بالسحائل. إيش اسمه عندنا الأنجيوغرافي؟ نشوف التربية غزيرة للأورام السحائل مثل ما إحنا شايفين الأنجيوغرافي. الإنذار في أورام الدماغ بشكل عام، حميدة أو خبيثة لا معنى لها فيما يتعلق بأورام الدماغ، أن موقع الورم والجوانب التقنية وتاريخ نشوء الورم هي العوامل التي تحدد الإنذار. صراحة الأورام السحائية إنذارها كثير جيد، خاصة إذا كان توضع الورم محيطي وما نضغط على بنى مهمة يعمل عمل جراحي وما له أي تأثيرات. موقع الورم كثير مهم في تحديد الإنذار. الآفات الكيسية الدماغية السليمة، benign cystic lesion in the brain تسبب الموت المفاجئ، ومن أمثل عليها الكيسة الغروانية أو الكولويد سيست. الكيسة العنكبوتية والكيسات المائية. إذن في عندنا العليمين كيسة يسمونها كولويد سيست، بالنص هي كيسة عنكبوتية. إذا ما كانت عرضية ليش تطلب العمل الجراحي؟ كيسة عنكبوتية الكبيرة موجود ضمن القحف، والعادة يكون في غياب موجودة وفي غياب أو البرانشيم الدماغي محلها. فالعرضية ليش تطلب العمل الجراحي؟ العرضية تقنية العمل الجراحي كثير صعبة وفي أكثر من طريقة. أكيد درستوا بالجراحة العصبية. عبارة عن عندك كيسة لها جدار ومحتوى مائي، لما تفتح الدماغ يعني تحتار شو بدك تسوي. غيرها بتعملها شنط يعني. صراحة في عدة طرق، وفي عندنا الكيسات المائية شائعة كثير ببلادنا، دار جيد خاصة إذا كانت موقعها أو كانت وحيدة يولدون توليد. بيحقن جراحة العصبية سيروم إلى جدار مضاعف، جدار منتش مثل البيضة، ولها جدار محيط بسبب ارتكاس النسيج العصبي حولها. الجراحة العصبية بيولدها توليد ما بيفجرها، لأنه إذا فجرها بتنتشر كيسات البنات وندخل بمشكلة ثانية. فيحقن سيروم بين الكيسة فيولد توليد ويطالعها. أورام النخاع الشوكي نسمي لها خارج نخامية، خارج الجافية إكسترا ديورال، نقائل سرطانية ورن قوي ميلانوما أو لنفوما. أورام داخل الجافية كمان إنترا ديورال خارج النخاع، شوانوما والمنجوما، وداخل النخاع مثل الورم الدفني. إذن كمان هذا التصنيف حلو، يكون أورام خارج الجافية إكسترا ديورال، تكون نقائل أو ورم أو لنفوما، تكون داخل الجافية شوانوما أو المنجوما، داخل النخاع من الورم الدفني جليوما. الأورام النقلية لدى البالغين يعني أشياء تحدث فوق سن 65، وهي أكثر شيوعا وتنوعا من تنشؤات داخل الدماغ.
النقائل عند الأطفال بشكل عام غير شائعة. أشع النقائل مثل ما حكينا الرئتين، الثدي، الكليتين، الميلانوما الخبيثة. لأنه حكينا أنه نقائل الثدي، نقائل الثدي والكولون تأتي متأخرة، ولكن الأشع هو الرئتين. متلازمة، المتلازمة النظيرة الورمية أرنيوبلاستيك، الأريونة كان يسمونها النظيرة الورمية، هي اضطرابات عصبية بسبب غير معروف تكون مرتبطة بالخباثات الجهازية. إذن هي عبارة عن سموم، تظاهرات التي تحدثها، السموم التي تحدثها الأورام، يعني المتلازمة نظيرة الورمية. قد تسبق المتابعة وتحدث في وقت واحد مع سرطان جهازي، تقدمها تحت حاد ممكن يكون سنوات، تصيب جميع أجزاء الجهاز العصبي المركزي والمحيطي والوصل العصبي العضلي، تتضمن التهاب الدماغ، احتلال عضلي، تنكس قشري مخيخي، احتلال عصبي محيطي، واحتلال النخاع الناخر. يوجد أورام معينة تسبب متلازمة نظيرة الورمية، وخاصة الخلايا الكارسينوما وصيرة الخلايا بالرئة. كارسينوما لما يبدأ أيضا تفرز وسائط تسبب أعراض عصبية. إذن هي تظاهرات عصبية لأورام خارجية، خارج الجون العصبية أو داخل الجون العصبية، تفرز وسائط تسبب أعراض عصبية مثل ما حكينا، التهاب الدماغ، احتلال عضلي، تنكس قشري، احتلال عصبي، احتلال النخاع. كارسينوما صغيرة الخلايا بالرئة، كارسينوما المبيض، كارسينوما البروستات، كارسينوما الثدي، لنفوما هوتشكين، والورم الأروم العصبي، نيوروبلاستوما، والورم التوتي، تيموما. زماناته؟ زماناته مريض ممنوع عمل جراحي، وهذا المريض بعد العمل الجراحي ما فاق، فاق من المحسن في طمانه عن المنفسة. اختصارات تكون بسيطة أو دارسينها تكون قدامنا، شو كان السبب؟ الوهن العضلي الوخيم، ثوبة عضلات التنفس، ما حسن يفطمون على المنفسة. كان أول سبب لما نقرأ بالكتب العضل الوخيم شو هو؟ تيمومة، الورم التوتي، الورم أعصاب الغدة التيموسية، يسمون العضل الوهمي الوخيم، الوهن العضل الوخيم. متلازمة نظيرة الورمية مثل على مستوى الجهاز العصبي المركزي والمحيطي كما يلي. على مستوى الجهاز العصبي المركزي تسببنا التهاب دماغ، التهاب جذع الدماغ، أو متلازمة خارج هرمية، أو تنخل النخاع، أو التهاب الدماغ اللمفي، أو الرمع العضلي، أو انحطاط الشبكية، أو متلازمة الشخص المتيبس، أو تنكس المخيخ. على مستوى الجهاز العصبي المحيطي، احتلال عصبي حسي، التهاب أوعية دموية، احتلال أعصاب حسي، احتلال أعصاب حركية، تنخل عضلي، احتلال عضلي التهابي، أو تقلصات عضلية موجية أو قصور ذاتي، ومتلازمة لامبارت إيتون. إذن هي المتلازمة نظيرة الورمية. المتلازمة نظيرة الورمية ممكن تحدث قبل اكتشاف الورم،
نكتشف تظاهرات الورم ممكن أثناء الورم شخصين ورم، ولكن تصير هالاعتلالات هاي خاصة الأورام هاي، وغالبا ما يدخل بهذه العلاج هاي الأورام الأدوية الهرمونية مثل ورم البروستات، ورم المبيض، ورم الثدي، في شيء اسمه علاج هرموني بالأساس، في شيء هرموني. ملخص كل ما سبق، بصنف الأورام داخلية وخارجية، إذا خارج المحور وداخل المحور، وأورام من البنى المجاورة حكينا بأشياد. عند البالغين تتظاهر أورام فوق الخيمة، عند الأطفال تحت، عند البالغين أعراض الأشعة والصرع، عند الأطفال الصداع والأقياء، أعراض ارتفاع توتر داخل القحف. الورم البلي الأكثر شيوعا عند البالغين هو الجليوما، لذلك الأورام الانتقالية الشائعة قد تصل 40% النقائل. المتلازمة النبضية الورمية هي ليست نقائل بل هي اختلاطات للأورام الكاملة، أورام كاملة تفرز وسائط كيميائية تسبب لنا اعتلالات عصبية. تشخيص الأورام الدماغية يعتمد على الموقع سايت والفحص النسيجي. أصل إلى المحور الأخير من المحاضرة، كثير من هذا المحور أنا يجوز ما أكون بفشي سرا، والحكي هذا يجوز البارح فتحت هاي المحاضرة نفسها. كل ما أشخص ورم دماغي صدقوني أرجع لنفس هذا المخطط التشخيص التفريقي، وأحدد مكان الورم كثير من الأحيان، مثل هنا ورم الزاوية الجسدية المخاخية أو ورم البطين الرابع، بناء عليه بحصر التشخيص التفريقي. إذا شباب كثير مهم هذا الدلوان، أنا لا يكاد يمر فحص عملي إلا أسألك مثل هاي الورم أول واحد الزاوية الجسدية المخاخية، لا تعرف وين موجود الزاوية الجسدية المخاخية، وإذا أعطيتك أقل شيء تعدد لي ورم أو ورمين من الأورام اللي تسوي الزاوية الجسدية المخاخية. إذن التشخيص التفريقي حسب الموقع كثير مهم. هون الزاوية الجسدية المخيخية أورام خارج المحور، الأورام نشوفها الورم شوانوما، مينجوما، بديرميويد، الأورام البشروان لا يعزز المادة، أظن نت إنهانسد يعني ما بيعزز المادة ضدها، حواف متموجة، ورم الكبة دومس تيومر، ورم الكبة الوداجية، ممكن نشوف النقائل، الماضية شخصنا ورم الكبة الوداجية موصل للزاوية الجسدية المخيخية. صراحة أورام البطين الرابع، هذا البطين الرابع الميدولوبلاستوما، ورم بطاني عصبي عندي ميموما، والورم الحليمي بابلوما. إذا لما نشوف أورام البطين الرابع لازم نذكر عندنا ثلاث شغلات، البابلوما البابلوكارسينوما والميدولوبلاستوما والإبندي ميوما، ورم البطاني العصبي، ورم نصفي الكرة المخيخية، الأستروسايتوما، بيلوسايتوك أستروسايتوما، الورم الميدولوبلاستوما أو الهيمان جيلوبلاستوما أو الميتس النقائل أو الانفاكشن الاحتشاء أو الأبسز. أورام السرج التركي مثل ما قلنا، عندنا الأدينوما ميكرو وماكرو، عندنا ورم القحفي البلعومي،
كرانيو فانجيوما، ورم الدبق الوطائي عند الأطفال هايبوثلاميك جليوما، عندنا الورم الحبلي كوردوما، الورم الحبلي خارج جهاز العصب المركزي، الورم السائد خارج جهاز العصب المركزي، والهيستوسايتوسيس كثرة منسجات لانجرهانس، والأورام الانتعاشية جيرمينيوما، واللمفوما والأنيوريزم مات الدم، والساركويد الورم الحبيبومي غير المتجبن. هاي أورام السرج التركي. عندنا البطين الثالث كلويد سيست شو كثير، الورم الحليمي، الضفيرة المشيمية، الورم البطاني العصبي بندي ميوما، وداء الكيسات المذنبة، أو المشوكة الحبيبية، صراحة ممكن تشوفها بأي مكان، المهاد ممكن تشوف إصابة ثنائية الجانب، سمية توكسيك أو استقلابية ميتابوليك، الكرة الشاحبة ممكن تشوفها، الكرة الشاحبة تسمم بالميثانول، تسمم بأحد أكسيد الكربون أو اضطرابات جينية. المطلوب منا من هذولا اللي نحفظهم، أحد لكم إياهم، ورم الزائد السيم وخيخية كثير مهم، البطين الرابع كثير مهم، السرج التركي كثير مهم، البطين الثالث كثير مهم، الأورام داخل البطينات مهمة تشخيص تفريقي، القشر الدماغي والمادة الرمادية كثير مهمة تشخيص تفريقي، والمسافة فوق الجافية، والمسافة تحت عنكبوتية، إذن مسافة تحت الجافية، مسافة فوق الجافية، قشر الدماغ مطلوب، الجسم التفني مطلوب، أورام داخل البطينية مطلوبة، البطين الثالث والرابع مطلوب، والسرج التركي مطلوب عليكم، والزاوية الجسرية المخيخية. بشكل عام كثير مهم هاي مو ضروري الحفظ يعني، ولكن لازم نفهم يكون نحط ببالنا إذا الورم بالزاوية الجسرية المخيخية، إذا الورم بالبطين الثالث، إذا الورم بالبطين الرابع، يكون عندنا قائمة من الأورام تكون حاضرة مخنا عشان نعرف كيف نفكر. محاضرة طويلة مهمة وسهل ممتنع، أتمنى نكون استفدنا. في حدا عنده أي سؤال يا شباب؟ إذا لسه مفارقين طبعا. الصوت مسموع يا شباب؟ ايه مسموع. اي حدا عنده اي سؤال؟ حكيم، يعني كل التشخيص التفريقي الاورام مطلوب ما هيك؟ ممكن لا
البطين الثائل الزاوية الجسرية المخيخية سجلنا فات البطين الثالث فات البطين الرابع القشر الدماغي مسافة تحت الجافية مسافة فوق الجافية هذا المطلوبات لكم أحد عنده أي سؤال؟ تمام الله يعطيك العافية يعطيكم العافية.